معانا لمتابعه الاحداث الجديده في الازمه بتاعه حسن شاكوش ورضا البحراوي، واخرها كان انتصار لنقابه المهن الموسيقيه وهي طلعت قرار بوقف حسن شاكوش ورضا البحراوي شهر عن الغنى وعن كل النشاطات. ومعانا استاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقيه للتعليق. يعني انتصار كبير يا استاذ هاني، ويعني تحب تقول ايه على تعليق حضرتك؟ يعني انتصار وقرار بوقف شهر كامل، تحب تقول ايه يا استاذ هاني؟ والله عايز اقول لك يعني مساء الخير اولا على حضرتك وعلى كل الناس اللي عندك. انا الحقيقه يعني حزين من المستوى اللي احنا وصلنا له ده، وهذا التدني في اللغه اللي بتتقال على المسارح وقدام الجمهور يعني ان دل على شيء فدل على عدم مسؤوليه وعدم التزام وعدم احترام للمكان اللي واقفين عليه الاثنين. وكان طبعا يعني بعد مشاورات مع مجلس النقابه المحترم قررنا ان احنا يبقى في وقف لمده شهر، واذا لم يتم الالتزام بهذا الوقف هيبقى في قرارات اكثر قد تصل للشط، وتعهد بعدم تكرار مثل هذا الموقف مره اخرى، لان انا مش عارف احنا كل شويه رايحين على فين وكل ماذا الـ يعني هذا التدني هيوصلنا لفين. ربنا يستر علينا ان شاء الله. تمام يا استاذ هاني. برضو لو عايز اتكلم، حسن شاكوش مفروض ان هو هيبقى عنده حفله بكره، هل تم التواصل مع منظمي الحفله او النقابه هتتحرك ازاي؟ يعني عايزين نعرف النقابه هتتحرك ازاي. لا، هو تم ابلاغ الجهات المسؤوله ولجنه العمل، تم ابلاغها، وهيتم وقف اي حفله لهم من النهارده الاثنين لمده شهر. طب بالنسبه للشطب، شطب رضا البحراوي او شطب حسن شاكوش، ممكن يبقى في شطب نهائي، قرار بالشطب النهائي من والله طبع. برضه هذا القرار قرار مجلس يا بروك الحقيقه. لو ما فيش عدم التزام اكيد هيبقى في موقف اخر من المجلس، هنقعد مع بعض ونتناقش ونشوف ممكن نوصل لايه يعني. طيب نص البيان النهارده يا استاذ هاني، اول مره النقابه تطلع القرار وهي بتقول فيه اللي هو يعني انتم مش بتحترموا الفن، مش بتحترموا مسؤوليه الفن، ده اول مره النقابه بتخاطب بالاسلوب ده. بص يا بنو، الموضوع مش مستاهل تحقيق. يعني الجريمه واضحه ومحدش هيقول مش انا وكله متسجل، ومحدش هيقول ما كانش قصدي. يعني الكلام ده لو يعني في حاجه محتاجه تحقيق واخد بالك، لكن هذه الجريمه اللي حصلت والسقطه الاخلاقيه اللي حصلت من الاثنين قدام الناس كلها وعلى مرأة ومسمع من الدنيا كلها واللي متسجله ما اعتقدش معاها تحقيق. وعشان كده المجلس كله اخذ القرار النهارده بالوقف من تاريخ النهارده لمده شهر ان شاء الله. ده وقف عن الغنى والحفلات اللايف، ولا هيبقى كمان وقف عن اصدار الاغاني او كده؟ وخصوصا ان رضا البحراوي طلع في اللايف بتاعه النهارده قال لك انا هرد على حسن شاكوش عن طريق الغنى، ومحضر له اغنيه بتقول انا المرزبة يا ابو الشواكيش. لا انا ما سمعتش ده والله يا ابني، انا الحقيقه يعني ما سمعتش ده، لكن هم ممنوعين من ممارسه المهنه، لا ينفع يغني ولا ينفع ينزل غنوه ولا ينفع يطلع على مسرح ولا ينفع يمسك ميكروفون، ما ينفعش يعمل حاجة أبدا لمدة شهر. تمام يا استاذ هاني. وبرضه عايز اتكلم برضه عن هيفا وهبي، كان استاذ طارق مرتضى المتحدث باسم النقابه قال ان هو برضه التجاوز بتاع لبس هيفا وهبي الهوت شورت في الساحل الشمالي برضه هي يعني في انتظار تعليق استاذ هاني عليه، فهل هيبقى في رد على ده؟ ان شاء الله في، يعني اذا في تجاوزات في الساحل وده طبعا موجود، الاجتماع اللي جاي بتاع المجلس ان شاء الله هيتم دراسه كل هذه التجاوزات وهيبقى في رد عليها ان شاء الله في وقته بإذن الله يا حبيبي.